في أقصى شمال شرق مدينة حلب وبالتحديد في مدينة الراعي، التقى عدد كبير من الناشطين والصحفيين السوريين في ندوة إعلامية تحت مسمى أهمية الإعلام في الثورة السورية. بتوقع نحن اليوم بحاجة للنقاش كإعلاميين كصحفيين وصحفيات لمناقشة تطور الإعلام السوري اليوم بالمناطق المحررة. نحن اليوم موجودين بمنطقة الراعي، انطرحت عدة أفكار، أهمها هي أهمية تسليط الضوء على العمل المدني، وأيضا أنا كنت هنا عم بحكي عن تجربتي كصحفية سورية على أهمية التأكيد على المساواة أو المساواة العادلة بين الصحفيين والصحفيات. ركزت محاور الندوة على الدور الجوهري الكامن الذي لعبته الصحافة والوسائل الإعلامية في إبراز أحداث الثورة السورية وتصديرها للمشاهدين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مناقشة الأخطاء الإعلامية والتي دعي لتداركها مستقبلاً. المؤتمر اللي كان غني جدا حقيقة بالأفكار وبالمعلومات اللي تم تبادلها ما بين الصحفيين والناشطين والمواطن الصحفي وجميع الذين يدرجون تحت بند الصحافي، خصوصا عن الحديث عن الأخطاء التي ارتكبناها نحن في ظل الثورة السورية من خلال استخدامنا للكاميرا بشكل سلبي بشكل خاطئ. تحدث طبعا الذين ألقوا المحاضرة أو الذين داروا الندوة عن الأخطاء وكيفية علاج هذه الأخطاء. تحديد الجمهور والرسائل الموجهة إليه كانت أيضاً إحدى زوايا الندوة التي قد تنعكس إيجاباً على المؤسسات المدنية والثورية وفق الناشطين المشاركين فيها.